وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد شن مساء الاثنين حملة تخوين وتهديد بحق القاضي البيطار، ودعا مجلس الوزراء إلى إقالته، كما زعم أن تحقيقات المحقق العدلي مسيسة، مشككا بقدرته على الوصول إلى الحقيقة والعدالة. بعمل القاضي الحالي هذا عمل استنسابي وعمل سياسي وفي استهداف سياسي وما له علاقة لا بالحقيقة ولا له علاقة بالعدالة. وأنا بقول من أول الكلام قبل ما أختم بهذه النقطة لعوائل الشهداء، إذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى الحقيقة لن تصلوا، وإذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى العدالة ولو على مستوى القواوي الظني لن تصلوا إلى العدالة. هيدا القاضي عم يشتغل سياسي، عم بيوظف دماء الشهداء والجوحى والمأساة والمصيبة في خدمة أهداف سياسية واستهدافات سياسية. والدليل حكينا سابقا ببعض الأمور، بس أنا بدي شوي ضوي على مسألة أكثر، لأنه وصلنا على محل هذا محل ما عاش ينحمل. للتعليق على مواقف نصر الله ينضم إلينا عبر الهاتف النائب السابق أطوان زهرة. أستاذ أطوان مساء الخير. مساء النور. شو رأيك بهالخطاب التصعيد ضد القاضي البيطار؟ يعني ألا يوحي بأن الأخير يسير على الطريق الصحيح في تحقيقاته؟ بالحقيقة أنا بدي خالف توجهات الرأي العام، تقول من كان ينتظر من القضاء اللبناني أن يصل إلى نتيجة في ظل حكم حزب الله وهو المتهم الرئيسي كان يعيش أحلاما وردية لا يمكن تحقيقها. متوقع جدا أنه تتصاعد الحملات بوجه أي قاضي بيطار أو غيره لمنعه من الوصول إلى الحقيقة، لأنه لبنان كله بيعرف والعالم كله بيعرف أنه مرفق بيروت له زمن طويل تحت هيمنة حزب الله ويستعمل سكة للمقاومة، كما مطار بيروت كما الحدود الفالتة حول لبنان كله سوا. وبالتالي عندما يكون المتهم هو المسيطر لا يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها. لهيك كان موقفنا وكان موقف رؤساء الحكومة السابقين، وهلأ موقفنا أنه إذا عجز القضاء اللبناني عن الوصول إلى حل يجب اللجوء إلى لجنة تحقيق دولية. وبدي نبه للفرق، لجنة تحقيق تعطينا الحقيقة وعندها نقرر من يحاكم، وليس محكمة كما حصل بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الفرق كتير كبير بين اثنين. التحقيق المحلي كائنا من كان من يتولاه لن يسمح له بالوصول إلى نتيجة، ساعة خزعبلات سياسية، ساعة خزعبلات قضائية، ساعة تهديد، ساعة وعيد، وبالآخر شئنا أم أبينا من يضع يده على السيادة وعلى السياسة الخارجية وعلى السياسة الدفاعية ووصل للسياسة الاقتصادية لن يسمح بتحقيق العدالة، خاصة إذا كانت تستهدف. طيب أستاذ أنطوان، يعني شكك نصر الله بقدرة القاضي البيطار على الوصول إلى الحقيقة، لماذا برأيك يخاف حزب الله من الوصول إلى الحقيقة في قضية تفجير المرفأ؟ لأنه شبه مؤكد أنه هذه المواد من وقت انطلاقة كان المقصود أن تفرغ في بيروت لحساب حزب الله والنظام السوري. أنا ما في أحكم بشكل نهائي، ولكن كل الدلائل تشير بهذا الاتجاه، لأنه الكميات اللي اختفت من مرفأ بيروت لابد أنها انفجرت في مكان ما، ولم نرى براميل متفجرة بكميات هائلة إلا التي استعملها النظام السوري. زيدي على ذلك والأهم تما نوصل لها النتيجة بشكل فوري ومباشر، ما كان يتنفس إنسان على مرفأ بيروت، ما كان يفوت برغي ويظهر إلا بمعرفة المقاومة أو حزب الله، هني بيسموا حالهم مقاومة، بمعرفة حزب الله. وأي موظف لبناني مدني أو عسكري مهما بلغ شأنه ورؤيته بظل بيانات الحكومة بتوافق على نظرية الشعب والجيش والمقاومة، إذا سأل سؤال عن كرتون صغير بزاوية مكتب هاي لمين وقالوا له للمقاومة، ما بيسترجي كفي سؤاله ويفتح الكرتوني. كيف كميات مواد متفجرة موجودة على مرفأ بيروت؟ طيب أستاذ أنطوان، يعني يبدو جليا أن الطبقة السياسية لن تسمح للتحقيق العدلي بأن يأخذ مجراه، يعني هذه القضية كادت تفجر اليوم مجلس الوزراء. نعم. يعني ألم يحن الوقت للتوجه إلى القضاء الدولي؟ هذا رأيي، وبعتقد صار تضيع وقت وتفريط بحقوق المتضررين من الشهداء إلى المتضررين الآخرين
المصابين وأصحاب الأملاك أنه نضل متكلين على قضاء. إذا السلطة السياسية عجزت عن وقفه، سلطة الأمر الواقع تتصدى له كما فعل السيد حسن نصر الله.